فكيف إلى من البلاء العظيم الجديد في هذا الزمن الاستخفاف بأمر الذرايع، الاستهانة به، والذرايع وسائل المقاصد، ما يفضي إلى محرم فهو محرم، وأدلة الشرع على هذا كثيرة جدا. فقاعدة سد الذرائع من القواعد الكبيرة العظيمة في الدين، ومن ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تسبوا آلهة المشركين والمعبودة بالباطل، إذا كان سبها يفضي إلى سب الله تعالى، لا تتسببوا أنتم في سب الله تعالى. هذه قاعدة يمكن يستهان بها، وهذا من أدلتها كثير من المثقفين والماديين على الشهوات، قد يكون بعد من يلي الأمور أمور الناس، من يرى هذا أن قاعدة سد الذريعة تضيق عليها المجال في ولايته ويعارض هالقاعدة، وهذه معارضة لقاعدة شرعية كبيرة جدا، هذا خطير جدا في دينه. فلا يجوز الاستخفاف قاعدة سد الذرائع، قاعدة عظيمة ومحكمة، والأدلة عليها أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر في مجالات الحياة كلها. ما أدى إلى محرم فهو محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن صفة أولي الألباب والنهى النظر في مآلات الأمور، إيش يترتب على التصرف هذا قبل التصرف حتى لا يتصرف. إذا رأى أن المآلات فيها شر وفيها فساد وفيها كذا يجتنب هذا الشيء، وإذا ترجح لديه أن فيها خير وفيها نفع وفيها كذا يعزم وتوكل على الله. فهذه قاعدة، قاعدة سد الذرائع، وتقابل القاعدة الأخرى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نفسه من يفرق بين القاعدتين هذا متبع الهوى، أو أنه ما عنده فقه في دين الله. نعم.